Very important fair. إنه منتدى مهم جدا لأن السياحة مرت بفترة صعبة خلال انتشار الوباء، وحان الوقت لتعافي وتوسع وبذل البحث عن مستقبلها باعتبارها صناعة مهمة للغاية. ويعمل شخص واحد من كل 10 أشخاص في العالم في مجال السياحة، وعليهم استئناف أعمالهم. لذلك علينا أن نبدأ في النظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها وكيفية العمل بشكل أكثر أمانة، وكيفية تغيير طريقة سفر، وكيف تتكيف المقاصد مع الوضع الطبيعي الجديد. لذلك سمح هذا النوع من المنتديات بالتواصل والفهم وتبادل الخبرات بين الناس. على سبيل المثال، حسب ما أراه هنا في الصين، أعتقد أن صناعة السياحة قد بدأت تستأنف بالفعل. أرى أن معظم المناطق مفتوحة، يمكنك الذهاب والسفر بالطائرة وبالقطار، لذلك هذا مثال جيد لبقية العالم. So this is a good example for the rest of the world. الآن يمكننا أن نرى هنا أن الصين تتعافى واقتصادها ينتعش وجميع الصناعات تفتح والناس يسافرون، كما أن صناعة السياحة أو خدمات السياحة مفتوحة، ما سيساعد بقية العالم. في الوقت الحالي لا أرى في المستقبل القريب الكثير من المسافرين الصينيين سيسافرون إلى الخارج، لكنني أعتقد أنه بمجرد ظهور اللقاح أو تحسن الأوضاع المتعلقة بكوفيد-19 في بقية العالم سيبدأ السياح الصينيون السفر إلى بقية العالم مرة أخرى، وسيكون هذا مهما للغاية لانتعاش الاقتصاد العالمي.